تعالوا بقى خبر مهم جدا لكل الناس اللي نفسها تنضم لعائلة النادي الأهلي. قرر المجلس تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى 1,000,000 جنيه للمؤهل العالي طبعا حتى 30 يوليو القادم، وذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة. ذلك طبعا بنمشي مع الظروف الاقتصادية للبلد، الظروف الراهنة اللي احنا فيها دي اللي طبعا ليها تأثير على كل حاجة، على كافة أوجه النشاط الرياضية في مصر والعالم بشكل عام. يعني بيدرس مجلس الإدارة تحديد قبول أعداد كمان محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من عملية الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد اللي شهد العمل على الانتهاء من أعمال التشييد في المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم والجيم. ده تيسيرا طبعا على الأعضاء وتسهيلا للاستمتاع بمرافق النادي الأهلي المتطورة، ويمكن ده من الأخبار الإيجابية جدا وبتسهل على الناس اللي عاوزه تنضم لعضويه الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي قبل ما تزيد اسعارها، اسعار العضويات. طبعا انت لما تشوف الطفره الانشائيه والرياضيه الكبيره اللي عاملها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في كل المقرات والفروع وفي كل ما يخص النادي الاهلي، تعرف ليه الاهلي عضويته عليها اقبال شديد جدا. بالمناسبه الخبر ده مهم على اللي بره النادي الاهلي والناس اللي عايزه تشترك بالنادي الاهلي، ان انت بتطور النادي الاهلي وان الناس عارفه الظروف الاقتصاديه اللي فيها البلد فبتثبت سعر العضويه لفتره مؤقته طبعا، لان هو الموضوع مش في ايدينا بس. يعني تعالوا بقى نشوف تقرير عن الطفره الانشائيه في النادي الاهلي ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. طفرة إنشائية غير مسبوقة يشهدها النادي الأهلي بمختلف مقراته وفروعه في ظل السياسة الحكيمة التي ينتهجها مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب. لم تتوقف الطفرة الإنشائية عند زيادة عدد فروع النادي الأهلي، وتخطت ذلك إلى تحديث وتطوير مختلف المقرات على أحدث طراز مع المحافظة على هوية القلعة الحمراء وطابعها الخاص والفريد. وجاء قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بتأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى 1,000,000 جنيه للمؤهل العالي حتى 30 من شهر يونيو القادم، وذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة، وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كافة أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام. كما يدرس المجلس تحديد قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال التشييد في المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم والجيم، وذلك تيسيرا على الأعضاء وتسهيلا للاستمتاع بمرافق النادي المتطورة التي شهد لها القاصي والداني، ولعل آخرها في زيارة غوانزالو أوريولا بيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة لمقر النادي بالجزيرة التي عكست تقديره الكبير للأهلي وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عاما وريادته لكرة القدم وفي مختلف الرياضات بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية. كما أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، وسبقها حصد القلعة الحمراء جائزة جلوب سوكر كأفضل نادي في الشرق الأوسط، والتي تعد تتويجا لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي ومن قبلها جماهير الأهلي الداعمة والمساندة في كافة المحافل. وفي ظل النجاحات الهائلة التي يحققها النادي على كافة المستويات محلياً وقارياً وعالمياً، والتي تضعه دائماً في المكانة التي يستحقها. التطوير اللي احنا بنشوفه في النادي الأهلي ده والجزء الاقتصادي الخاص بالنادي الأهلي، وان انت يبقى عندك موارد اكتر، وان انت تسعى دايما ان انت تبقى رقم واحد مش بس في الرياضيات لكن كمان على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الانشائي تبقى رقم واحد، ده شيء الحفاظ عليه اصعب بكتير جدا من ان انت تاخد بطولات. انك تاخد بطولات انت بتجهز فرقك دايما من البراعم والناشئين لحد الفريق الاول ان هم يعملوا كده، وبقالك سنين ماشي على النهج ده. انما شعار بقى التطوير بتاع النادي الاهلي ده تاريخ مبادئ تطوير، التاريخ موجود ومبادئ النادي الاهلي ما بتتغيرش وما بتتجزأش.
التطوير هو أصعب شيء في شعار النادي الأهلي عموما، هو فعلا التطوير أصعب شيء في شعار النادي الأهلي، إن أنت تفضل محافظ على إن أنت تطور من وقت للتاني بتكلفة عالية بأجود الخامات وبأعلى الإمكانيات، ده شيء مش سهل أبدا. ومجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة يعني عامل إنجاز كبير جدا إن هو يفتح فرع جديد، وإن هو يحافظ على إن الفروع الموجودة بالأوريدي قبل الفرع الجديد تفضل في نفس التطور، ده شيء مش سهل أبدا 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 يعني، ومكلف جدا ومجهد جدا. فحقيقي شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي حافظ على فكرة التطوير في شعار تاريخ مبادئ تطوير، ده شيء مهم جدا.